صباح الخير. يصحى صباح الخير. ايه تضربي ولك تطلعي قدامك يا مصروعة؟ عدم المؤاخذة بالقيس خانو. روحي من وشي انقلعي يلا انقلعي. هدول الناس بلوة، مصروعين، شحادين، محتالين، ونحنا وين في بنت من زقاق منحواها؟ ما بيطلع من هدول شي ولا شي. شغلة الخدمة وخدمة الطاولة مهمة كتير، بدها أكابرية وموهبة وتعليم على أصول. قصر كروانجي أغلو بعد هالسنين رح يصير بلا قيمة مثل إن بحارة شعبية. ماما بدي شم هوا. بس نرمين حبيبتي لسه ما كملتي الأكل تبعك، يعني لاحقت شمي الهوا. خليكي وكملي فطورك. ما بدي أصلا، مالي نفس. ماما مبسوطة انك عم تضايقيها؟ بكفي بكفي، خلاص ملينا من هالعيشة. خلص يا ايمن اهدى. شو عملت لها؟ هي عم تتحسس من كل كلمة، شي عجيب. اخر هالعمر ما بقى نحسن نقدم خدمنا؟ حتى حضرة الخانم ما تزعل؟ مشان هيك بعتيها مع الخادمة لغرفة البرج. امي شو هالتصرفات؟ غرفة مثل البوز فيكي انتي تعدي فيها؟ لا والله ما فيكي تتحمليها، لك غرفة حتى الفيران ما بيدروا يعيشوا فيها. أنا مالي ناوية إزعجكن، هي فهمت غلط. فكرت إنه الأحسن إلكن تبقوا بغرف منفصلة لبما تتجوزوا بشكل علني قدام العالم، وهي وافقت على فكرتي. كرمال الله. خلاص أمي، يعني وقت اللي بدك بتصعبيها ووقت اللي بدك بتلاقي ميت حل. البيت كله ياتو غرف مفروشة. نسيتي شو حكينا مبارح؟ تركيني اتصرف كمان؟ خلص شبه البرج يعني. ليش كانت تحلم تطلع من ان الجاج تبعهم؟ كان ببيتهم في شوفاج ولا بيعرفوا اصلا؟ ايه تحمد ربها هالبنت انه استقبلناها. ابنك مخدوع فيها، مفكر انه حياة هالبنت مثل حياته المرفهة. انا بأكد لك انه ما في ببيتهم صوبيا، واذا كان في بتكون بالصالون. هي متعودة على هيك شي، هي اذا كان عندهم شي.